موضوع المقيدين أبناء المحافظات الشعبية وما يسمون بالمقدورين أو هذا، إحنا تحدثنا بها إنه هؤلاء دواعش وانضموا إلى صفوف تنظيم داعش وشاركوا بجرائم. إذا ما حد يعرف، إحنا نقول للناس اللي يعرفون الحقيقة أستاذ أحمد، هؤلاء المقيدين دواعش سواء محافظة ليلى أو محافظات أخرى كلهم شاركوا بجرائم. شوف أقول لك كلام، الحشد الشعبي المتهم الرئيسي بهذا الموضوع، احنا سبق انا واحد من الناس اللي كنت توجه اتهامات للحشد الشعبي، لفصائل الحشد الشعبي انها قامت بتقييد هؤلاء من المناطق المحرره وشنو ذنبهم وليتقيدوهم وليتقيدوهم وهذه كلها. لكن بعد ما عرفنا الحقيقه انه هؤلاء وتابعنا الاسماء، انه الاسماء اللي تابعنا عليها كلهم دواعش، ما راح ندافع عن الدواعش ولا نقبل انضمام اسماء هؤلاء المقيدين الدواعش الى هيئه الى مؤسسه الشهداء. ماكو احد يتحدث الحقيقه، ليش ما يتحدثون الحقيقه؟ ليش ما يتحدثوا القيادات السنيه يقولون هذول المقيدين اللي متهم بهم الحشد ومتهم بهم الفصائل ومتهمه ايران بهم، ليش ما يقولوا هذول دواعش؟ ليش ما يقولوا هذول تخرجوا من ساحات الاعتصام هدفوا وانضموا الى صفوف تنظيم داعش ونفذوا عمليات قتل واغتصاب وتفجير المراكز وهذه كلها؟ يعني ليش الحشد الشعبي شنو؟ ليش الحشد الشعبي منين جاي؟ هو الحشد الشعبي كلهم من ابنائنا وابناء عشائرنا يعني، وشكل فتوى تسريب السيستاني دام ظله يعني. يعني احنا من يطلعوا لك يوجهون اتهامات، نعم احنا بالبدايه خدعنا استاذ احمد، انا واحنا الناس انا قلت لك احنا حكينا على الحشد الشعبي، لكن بعد ما رجعنا الاسماء وسالنا ومن هذا طلعوا كلهم دواعش منهم حريم، يعني احنا ما نروح ندافع عن الدواعش وعوائلهم والله هذا مخيب، الله لا يرحمهم، الى جهنم وبئس المصير، واحد واحد فيهم، احنا لا ندافع ولا نقبل احد يدافع عنهم. وإذا يريد يضمونهم على مؤسسة الشهداء، احنا راح نكون لنا رد ثاني على هذا الموضوع.